ليتعلم الحكام في بلاد الإسلام من أمير المؤمنين هذه الفضيلة، لا يظلم العبادة على أشياء لا يستحقون تلك العقوبات. هذا معناه أن أمير المؤمنين منح أكبر الحرية للبشر الذين يعيشون تحت حكومته، حتى أنه صلوات الله عليه يعتبر أي مقابلة لأي شيء غير مسألة حمل السلاح والتعدي على الآخرين يعتبر الرد في ذلك من المظالم. ولذا أمير المؤمنين صلوات الله عليه في طول تاريخه لم يعاقب أحدا على كلمة أو على موقف سياسي على خلاف أمير المؤمنين أو دور كان له في أي أمر على خلاف خطط أمير المؤمنين سلام الله عليه.